بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرات السيدات والسادة، مرحبا بضيوفنا رجالا ونساء، مرحبا بمناضلينا ومناضلاتنا. أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتقدم إليكم أخواتي وإخواني باسم جميع النساء الحركيات بأحر التهاني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومن خلالكم لكل النساء المغربيات، متمنية أن تكون هذه السنة بمثابة انطلاقة حقيقية نحو تفعيل مبدأ المناصفة الذي تم ترسيمه في الدستور الجديد لبلادنا، وأن تتضافر جهود الفاعلين السياسيين والحركات النسائية وكل القوى الحية للعمل سويا من أجل بلورة وتطوير آليات تمكين النساء من كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الدينامية المؤسساتية والتشريعية التي تعززت وثيرتها وتعددت مضامينها خلال السنوات الأخيرة. حضرات السيدات والسادة، لقد أثمرت نضالات الحركة النسائية المغربية التي تشكل المرأة الحركية إحدى دعاماتها الأساسية عدة مكتسبات شكلت مفخرة لبلادنا ومصدر إشادة دولية واستحسان من طرف المنظمات الحقوقية، غير أن هذه المكتسبات التي تجسدها الترسانة القانونية وآليات الأجرأة المصاحبة لها المنصوص عليها دستوريا، قد تم تجاهلها في أول امتحان للحكومة الحالية التي قلصت تمثيلية المرأة في الحكومة بشكل غير مسبوق خلال العقدين الأخيرين، بحيث اكتفت بتواجد مرأة واحدة ضمن تشكيلتها. لذلك فإننا كنساء حركيات ندعو الحكومة إلى تدارك هذه الهفوة بتخصيص عدد من المناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارة العمومية لفائدة النساء، وندعو الحركة النسائية كذلك إلى الانخراط بقوة في أوراش تحديد وديمقراطية المؤسسات، وأن تستجمع قواها لتتحول من حركة مطلبية إلى قوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة على كافة المستويات، تجعل في صلب اهتماماتها مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين. ليس باعتبارها مطلبا فأويا بقدر ما هي ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة لبناء مغرب التقدم والحداثة والديمقراطية، الضمان لحقوق كافة فئاته وشرائحه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. إخواني أخواتي، إننا كنساء حركيات مدعوات للعمل الجاد والمثمر في أوساط نساء، خصوصا اللواتي يعانين من ظروف الهشاشة في البوادي كما في هوامش المدن وأحيائها الفقيرة، وأن يكون تواصلنا معهن تواصلا مستمرا وظيفيا يتوخى إشرافهن في النقاش العمومي حول أهم القضايا المطروحة، والرفع من وتيرة التقطير والتكوين وتشجيعهن على المبادرة، خصوصا ونحن مقبلين على مشارف الانتخابات المحلية والمهنية والتي سنعمل فيها على ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء الحركيات اللواتي يتوفرن اليوم على مؤهلات تمكنهن من تدبير الشأن المحلي. وختاما، أجدد لكن جميعا ولكل نساء العالم تهاني بهذه المناسبة الغالية، ولن يفوتني كذلك أن أبعث من هذا المنبر باسم الشخصي وباسم كافة نساء الحركيات تحية حارة ملؤها المحبة والإخلاص والتقدير لرئيسة جمعيتنا السيدة زهرة الشقاف، متمنيين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة
رعينا الله عز وجل أن يعيدها لنا بكل عافية، وأن تستعيد نشاطاتها المعهودة على رأس الجمعية. وفقكم الله جميعا لما فيه خير لهذا البلد العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله.